أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز زيارة الآثار الفرعونية في مصر ورؤية الأجساد الفرعونية المحنطة هناك؟ وش الفائدة منها؟ إن كان الفائدة الاعتبار والاتعاظ والخوف من الله عز وجل فلا بأس، أما إن كان المقصود التفرج والتنزه أو تعظيم هؤلاء وأنهم أصحاب حضارة وأصحاب قدرة وأصحاب والثناء عليهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لما مروا في ذهابهم أو مجيئهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مروا بديار ثمود وهم ذاهبون إلى تبوك، غزوة تبوك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. فالذي ينظر فيها للاعتبار قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، من باب الاعتبار. أما من باب الإعجاب بأهلها ومدح أهلها بالحضارة والقوة والتقدم وإننا متأخرين وإننا ما عندنا مثلهم، فهذا لا يجوز. نعم.